ثقافة التطوع، أي فعل جميل يفعلها الإنسان من غير ما يكون ملزم فيه، لا من جهة الشرع ولا من غيره. هذا هو باختصار تعريف التطوع. التطوع مفهومه شامل ويجمع أشياء كثيرة، يكون بالعمل، بالصدقة، بالإصلاح، بالمساعدة وغيرها. في ديننا الإسلامي أدلة كثير تحث على التطوع، ويعدها أحد الأركان الرئيسية لعمل الخير. خلد القرآن الكريم أكثر من قصة برز فيها التطوع بشكل واضح. لما قام ذو القرنين السد تطوع، ولما سقى موسى عليه السلام للمرأتين في مدين تطوع، والخضر يوم رفع الجدار لحماية كنز اليتيمين تطوع، وغيرها الكثير من الأدلة اللي يزخر بها القرآن والسنة في إبراز أفضلية المتطوعين. ستبنى بنا الأرض غربا وشرقا إذا ما رغبنا العلى المستحقة تطوع بالجهاد.